بيك يا فندم. اهلا استاذ هشام، واهلا بالساده المشاهدين. يا صباح الخير يا فندم، والله من دواعي سرورنا ان احنا بنتواصل مع حضرتك وبنتكلم على الجامعه العريقه جامعه القاهره، ان هي بتكون في هذه المرتبه اكيد ده كان وراه شغل كتير جدا. حضراتكم اعلنتوا انه من 2017 وحضراتكم شغالين على هذه الجزئيه، نعرف ازاي تحقق هذا الانجاز الكبير؟ في الحقيقه نحن سعدنا جدا عندما علمنا مساء الليله الماضيه بهذا التقدم الجديد لجامعة القاهرة، حيث أصبحت في تصنيف كيو اس رانكينج البريطاني في المرتبة 350، محققة تقدم كبير حوالي 200 مركز خلال عامين فقط، بنسبة تطور 40%. واللي أسعدنا أيضا إن هذا المركز لأول مرة يتم تحقيقه على المستوى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى أن ترتيب الجامعة بين عام 17 وبين عام 24 أصبح كبير جدا ومتقدم جدا. أنا أحدث ذاتك والسادة المشاهدين عن آخر عامين فقط، لكن على مدار 8 سنوات الماضية استطاعت جامعة القاهرة أن تجدد من نفسها وأن تضع معاييرها طبقا للمعايير العالمية، حيث سبق أن قمنا بمبادرة لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأولى على مستوى العالم. دي بمعنى إيه؟ لا تستطيع. يعني إيه سد الفجوة المعرفية عشان الناس تكون متابعة معانا؟ سد الفجوة المعرفية الجامعات العالمية كثيرة جدا، مثل هارفارد وكامبريدج وأوكسفورد وستانفورد والسوربون وغيرها من الجامعات عندها معايير عالمية في مقرراتها، في العملية البحثية لديها، في علاقتها بمؤسسات المجتمع والدولة والعالم. فنحن لن نخترع معايير لأنفسنا ولن نعيش في حالة الفخر القديمة التي نفتخر بها بكل شيء في الماضي، ولا ندرك طبيعة التقدم المتسارع الذي تقوم به الجامعات العالمية. ده يا فندم مطبق على العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية على حد سواء؟ طبعاً. يعني محتوى المعرفي للمقررات، أنا أي موضوع بطلب، أي برامج بطلب تطويرها أو لوائح، بطلب من زملائي العمداء تشكيل لجان لمقارنة المناهج بمناهج هارفارد وستانفورد وكامبريدج وغيرها من الجامعات المتقدمة، حتى يتم سد الفجوة المعرفية في مضمون هذه المناهج وأيضا في طرق تدريسها، وأيضا سد الفجوة مع سوق العمل. من زمان كنت حضرتك تسمع والسادة المشاهدين كان الخريج يروح الشغل يقولوا له انسى اللي انت درسته، طبعا كان بينسى اللي هو درسه لأنه ملوش علاقة بالواقع، واللي بيرجعوا للكتب قديمة ومقررات قديمة. لكن الآن لا، الآن أحد معايير التصنيف يا هشام بيه هو سمعة الجامعة لدى جهات التوظيف. سمعة الجامعة لدى جهات التوظيف. الآن خريجي جامعة القاهرة بيشتغل في المنظمات الدولية، المؤسسات العالمية، في الشركات الأوروبية، أيضا الأطباء والمهندسين وخريجي الحاسبات بيطلبوا الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي دول متقدمة جدا في آسيا وأستراليا. هذا الكلام هو أحد أسباب تقدمنا، لأن من معايير التصنيفات السمعة الدولية والسمعة لدى أصحاب العمل والسمعة لدى أصحاب العمل، وده جه لأسباب كتيرة جدا، من أهمها أن مناهجنا أصبحت متقاربة جدا مع جماعة مع مناهج الجامعات المتقدمة، ليست نسخة منها طبعا، لأن أنا مش عايز نسخة، إحنا بناخد الأغلب، لكن في جزء ما يتوافقش معانا، لأن إحنا طبعا بنراعي البعد المحلي ونراعي البعد الإقليمي ونراعي البعد المتعلق بالهوية المصرية التي هي أقدم الهويات في العالم. فهذا هو المقصود، وردا على سؤال حضرتك سد الفجوة المعرفية. أضف لهذا يعني أن جامعة القاهرة استطاعت أن تدخل في أفضل 40 جامعة على مستوى العالم، 40 جامعة على مستوى العالم في تخصص علمي هو إدارة المكتبات والمعلومات. احنا في التخصص ده 38 على العالم، ما شاء الله. عندنا دلوقتي 6 تخصصات داخل افضل 100 جامعه على مستوى العالم، وده احنا
بالمقارنه ب 30,000 جامعه، يعني بالمقارنه ب 30,000 جامعه انت بتتكلم دلوقتي على ان جامعه القاهره اصبحت في افضل 1%، في افضل 1% على مستوى العالم، لان قياس من 30,000 جامعه. حضرتك ايضا اشرت في سؤالك الكريم الى العلوم الانسانيه والاجتماعيه. منذ يعني 8 سنوات او اكثر كان العلوم الانسانيه والاجتماعيه في جامعه القاهره خارج اي تصنيف، خارج، مش مصنفه اساسا، يعني بتقول لك 1200 1400 2000، لا ما كانتش مصنفه. لكن احنا اشتغلنا على ده باشياء كثيره جدا. من اهم الامور اللي عملناها، عملنا مجله دوليه في العلوم الانسانيه والاجتماعيه، هي مجله الهيومانيتيز بتعاون مع النشر الثاني إميرال، لان المجله حضرتك الناس مش هتكتب عليها دوليه فتبقى دوليه حسب الاسم، لا، حسب السيستم وحسب النظام. فاحنا تعاقدنا عقدنا اتفاقيه مع إميرالد البريطانيه، وهذه المجله ساهمت كتير جدا في رفع مستوى النشر الدولي بالنسبه للعلوم الانسانيه والاجتماعيه داخل جامعه القاهره، علاوه على مجلات اخرى عديده لدينا في الجامعه. فاصبحنا مصنفين، ده حضرتك ده اللي هيلفت نظرك ان التخصص 38 دلوقتي على مستوى العالم ده تخصص ينتمي في المقام الاول الى العلوم الاجتماعيه والانسانيه، اللي هو تخصص المكتبات والمعلومات. وده يا فندم طبعا بيخدم على كل المجالات الاخرى بشكل كبير جدا ورئيسي جدا، لان هو بيتعلق بالانفورميشن، معرفه طبعا. هو طبعا تخصص بيني، يعني لو اردت مني الدقه هو تخصص بيني بين العلوم الاجتماعيه والانسانيه وبين العلوم الاساسيه، لكنه بيديك مؤشر الى مدى التقدم في العلوم الاجتماعيه والانسانيه، علاوه ان احنا اصبحنا من افضل 300 جامعه من 30,000 جامعه، 300 جامعه على مستوى العالم في العلوم الانسانيه والاجتماعيه. يا فندم انا عايز اسال سيادتك سؤال كده متعلق ربما بالناس ونظره الناس. بنلاقي دلوقتي الجامعات الخاصه والجامعات الاجنبيه بعض الناس بتدخلها من باب الواجهه الاجتماعيه، يقول انا خريج جامعه كذا، ودلوقتي احنا عندنا ما شاء الله جامعه القاهره بتتقدم على كتير من الجامعات المرموقه. فعايزين نتكلم في الجزئيه دي ونوعي الناس ان احنا عندنا الجامعات الاهليه بتاعتنا عظيمه جدا وتاريخ كبير، واي حد يشرف بالانتماء او التخرج منه. ايوه طبعا. حضرتك دلوقتي احنا بنعمل حصر دلوقتي لمجموعه من اهم الجامعات الامريكيه الاوروبيه اللي جامعه القاهره متقدمه عليها. وبعدين اسباب تقدم جامعه القاهره ان احنا دلوقتي انشانا جامعه ثانيه، انشانا جامعه القاهره الدوليه، الفرع الدولي موجود في اكتوبر، دي اول جامعه من نوعها مش في مصر، في العالم، لانها جامعه دوليه بتقوم على فكره ايه يا هشام بيه؟ بتقوم على فكره ان الطالب بيدرس برنامج بكالوريوس او ليسانس او ماجستير او دكتوراه، وبيمنح شهاده في نفس الوقت من جامعه القاهره واحد الجامعات الاجنبيه. فاحنا مش عاملينها مع جامعه اجنبيه واحده، احنا الجامعه الدوليه عندنا الان بيشتغل فيها 18 برنامج بكالوريوس وليسانس ودراسات عليا، كل برنامج يا اما درجه مشتركه مع جامعه اجنبيه زي السوربون مثلا او زي كامبريدج، أو برنامج معتمد من أكبر هيئة دولية للاعتماد في هذا التخصص. نعم. زي البرنامج مثلا بتاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي. ده برنامج معتمد من أكبر هيئة دولية في هذا التخصص اللي هي بتعتمد الجامعات الأمريكية والأوروبية. فإحنا أنشأنا جامعة أخرى غير جامعة القاهرة. هي جامعة القاهرة الدولية أو بنطلق عليها الفرع الدولي، ودي بتشتغل دلوقتي، بتشتغل بقى لها سنة، بدأ فيها الدراسة في أكتوبر. وانشئت بنفس روح الجامعه القديمه من حيث المظهر الذي يتعلق بالمباني والشكل والتصميم المعماري، ولكنها بتشتغل بمضمون وبمنهجيه واليه مختلفه تماما. والله يا فندم ده كل ده بيسعدنا جدا كمتابعين او كمصريين بشكل عام، وبنتمنى والله ان سيادتك كده تشرفنا هنا في البرنامج، يكون عندنا حديث مطول شويه، اكيد التليفون ما بيسعفناش ان احنا نتكلم في كل القضايا، ولكن هيكون من دواعي سرورنا وجود سيادتك معنا هنا في البرنامج. دكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعه القاهره، اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.